مرحبا بينا عند خوتنا في الجزائر. مرحبا بينا داك الشكل فين ما كنكونوا جايين الجزائر كنكونوا جايين فرحانين بزاف لان نتلاقاو مع خواتاتنا ومع خوتنا. وعجبنا الاستقبال اللي استقبلونا الناس ديال الجزائر والمغرب والجزائر خاوه الناس هادو استقبلونا ورحبوا بينا ونهار كبير هذا اللي جينا عندهم وحنا نحسوا براسنا في بلادنا الثالثه هنايا. السلام عليكم ازيكم يا جماعه عاملين ايه اخباركم ايه يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انا دايما في كل بدايه فيديو بشكركم على دعمكم لقناتي ودعمكم ليا اللي دايما بتفاجئوني بكلام جميل جدا بيجي لي في التعليقات ودايما كلها تعليقات بتشجعني ان انا استمر واعمل فيديوهات. والحقيقه ان انا ممنون لكل واحد فيكم وبشكر كل واحد فيكم دعم قناتي او عمل لي تعليق او عمل لي لايك على فيديو او شاف لي فيديو لان بجد انتوا اصحاب فضل عليا وتفضلوا طول عمركم اصحاب فضل عليا. صراحه كان في استقبال زوين ما كناش كنتسناو بحال هكا وخا كنا عيانين شويه ما الحمد لله وكنتمنى نكونوا على هوتور ان شاء الله وحد موفق الجميع ان شاء الله. احنا فرحانين بزاف بالاستقبال وما كناش متوقعين صراحه هذا الاستقبال هذا اللي الاخر. الناس هادو استقبلونا ورحبوا بينا ونهار كبير هذا اللي جينا عندهم وحنا نحسوا براسنا في بلادنا الثالثه هنايا. بينا عند خوتنا في الجزائر مرحبا بينا. كيفاش كانت الرحله؟ من داك الشكل فين ما كنكونوا جايين الجزائر كنكونوا جايين فرحانين بزاف لان نتلاقاو مع خواتاتنا ومع خوتنا وغادي نشاركوا في الالعاب البحر الابيض المتوسط ان شاء الله. الالعاب اللي كتجمع كل شيء ناس ديال المحيط ديال البحر الابيض المتوسط للاخوه والصداقه ان شاء الله. شكرا. كيفاش حضرنا لها كمنافسه رياضيه اللي جايين ان شاء الله باش نتلاقاو مع رياضيين اخرين ونتقارنوا مع رياضيين اخرين ويكون داكشي في جو ديال الاخوه وديال المعزه ان شاء الله. زوينه ومرحبا بينا عندكم ونتمنوا يدوز هادشي كلشي مزيان. وعجبنا الاستقبال اللي استقبلونا الناس ديال الجزائر والمغرب والجزائر خاوه. حضرت لهاد المنافسه ديال الالعاب بريبارينا وجدنا كانوا درنا ستاجات اورغانيزي سي الحمد لله ما كانش شي تعب و الفواياج ا ايتي تري بيان وكنشكركم على هذا الاستقبال وكنتمنوا ان شاء الله نجيبوا دي ميدال ونفرحوا بلادنا ان شاء الله نكبروا بهذه المسابقه ان شاء الله. كانت رحله مزيانه ضروري شويه د العيا مع الطريق ولكن الحمد لله وصلنا على خير وبخير وكان ترحيب زوين من طرف الشعب الجزائري الحمد لله وكنشكرهم على هادشي اللي داروا معنا هذا النهار هذا. كيفاش حضرتوا المنافسه؟ ان شاء الله احنا حاضرين بقوه ان شاء الله نجيبوا دا ميدا ان شاء الله ونفرحوا المغاربه تا هما وصافي هادشي اللي كاين. بزاف كنحسوا راسنا بحال في البلاد ديالنا الاخوان الجزائريين فرحوا بينا واستقبلونا استقبال حار والحمد لله كنشجعوهم وحنا فرحانين بزاف وبحال هادشي اللي كنحسوا بحال في البلد ديالنا والحمد لله كنشكروا الشعب الجزائري. Les groupes sont difficiles parce qu'il y a quand même l'Italie, le Portugal, la Turquie et la Grèce dans l'autre groupe. C'est quand même des nations aussi qui sont très fortes footballistiquement. Nous, on a un groupe aussi qui n'est pas facile, mais bon, ça fait plaisir de tomber dans des groupes comme ça. On va savoir comment sont nos joueurs, à quel niveau ils sont. Ça nous permet aussi de préparer l'UNAF qui va avoir lieu au mois d'octobre. Mais bon,
on va prendre du plaisir, jouer au football et le faire le mieux possible. Je présente le football, les U18 marocains. Et voilà, on espère qu'on va briller dans la compétition. Et on est dans une poule qui est relevée avec l'Espagne, la France, et il y aura le derby Maroc-Algérie. Donc une poule relevée, mais on est content d'être là. Et puis on va donner le meilleur pour représenter le Maroc. الرحلة كانت مزيانة الحمد لله وصلنا على خير وبخير ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا على هذا الاستقبال اللي دارونا أخوتنا الجزائريين وشكرا. يا رب اصلح من حال الدول العربية وعلي من شأنها، يا رب قلب بكل المسلمين وكل العرب، يا رب وحد المسلمين والعرب على كلمة التوحيد، ويا رب يعلي من شأن الأمة العربية ويعلي من شأن أولاد الأمة العربية ويصلح حال الأمة العربية. أنا في نهاية الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، لو أول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. السلام عليكم.